وفي اليوم التاسع للمذبحة الإنسانية في مدينة حلب، تقرر القوى الكبرى تدخلاً عاجلاً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، فتعلن إعادة إحياء هدنة جديدة لا تشمل ولن تشمل مدينة حلب، إنما ستقتصر على جبهات اللاذقية ودمشق. الولايات المتحدة ومعها روسيا تقرران هدنة جديدة لوقف الأعمال القتالية على جبهتين محددتين، الريف الشمالي لمدينة اللاذقية والغوطة الشرقية في ريف دمشق. يقول نص الهدنة المسمات بنظام الصمت وفق وكالات الأنباء الروسية إن جميع الاشتباكات المسلحة وقصف الطيران سيتوقف تماماً، بينما تذرع الجانب الأمريكي بعدم إدراج حلب في إطار تلك التهدئة بسبب الرفض القاطع للروس، ما يعني أن استهداف المدنيين في حلب سيتواصل رغم تعاظم الإدانات وتنوعها. فالهدنة المزعومة التي شملت مناطق بعينها جاءت بعد يوم واحد من عشرات البيانات المنددة كالخارجية الأمريكية التي لعبت دور الزوج المخدوع، فطالبت الجانب الروسي الذي تعقد وإياه التفاهمات تلو التفاهمات بالضغط على نظام الأسد لوقف استهداف المدنيين والمنشآت الطبية، لكن دون ما نتيجة. بريطانيا حملت نظام الأسد المسؤولية كاملة عن ما يجري في حلب، واتهمته صراحة بإفشال المحادثات السياسية في جنيف. أما فرنسا فقد لحقت بركب المنددين من بوابة دعوة وجهتها لمجموعة دعم سوريا لعقد اجتماع عاجل لبحث الأوضاع الإنسانية المتدهورة، وطالبت مجلس الأمن الدولي بحماية العاملين في المجال الطبي وتحييدهم عن القصف، لتبدو إدانتها للقتل نسخة مشابهة لبيان الجامعة العربية التي استيقظت في اليوم السابع للمقتلة بعد 5 سنوات عجاف من الصمت، لتقول في بيانها الرسمي إن ما يحدث في حلب جريمة نكراء، وإن الاستهداف المباشر لمشفى القدس الطبي أمر في غاية التوحش. وبذات السياق تضاف بيانات الخارجية السعودية والتركية والقطرية إلى قائمة الذين استنكروا ما جرى ويجري، لكن اللافت أن ختام الإدانات جاء واضحاً على لسان المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين، فلخص المشهد بجملة واحدة: إن مواقف المجتمع الدولي من القضية السورية كانت متواطئة وأصبحت مخزية.